السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية. اليوم راح نتكلم عن مشروع متميز في منطقة إسنيورت، مشروع سلف اسطنبول. خليكم معنا. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. طبعا احنا الان متواجدين بجانب المجسم الخاص في المشروع. طبعا المشروع يقع على مساحة 26,000 متر مربع. المشروع مكون من 4 أبراج سكنية، اجمالي عدد الشقق الموجودة 269 شقة. انماط الشقق الموجودة طبعا من 1+1 الى 4+1. تعالوا نشوف ايضا الخدمات الموجودة في المجمع. المجمع يخدمه 60 محل تجاري، راح يكون موجود فيه جميع البراندات العالمية والمحلية أيضا، بالإضافة إلى خدمات المشروع من مواقف مفتوحة تخدم المحلات التجارية ومواقف مغلقة تخدم سكان المجمع، بالإضافة إلى الخدمات الداخلية التابعة للمجمع، مسابح مغلقة ومسابح مفتوحة وملاعب للأطفال وملاعب كرة قدم وكرة سلة، وبالإضافة إلى الساونا والبخار وحمام التركي والأندية الرياضية. ما يميز المشروع أنه يقع بالقرب من خط الإيبيش أو خط المواصلات الرئيسي التابع لمدينة اسطنبول، تقريبا 800 متر فقط، وأيضا يقع بين منطقة بيلكدوزو ومنطقة بهجة شهير. تعالوا مع بعض نشوف الشقة النموذجية التابعة للمشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا معاكم إلى الشقة النموذجية التابعة للمشروع بنمط 2+1 بمساحة 153 متر مربع. بالطبع أول ما راح ندخل راح يكون في جهاز الاتصال التابع للشقة، راح يكون على يدنا اليسار موجود خزانة التخزين والتعليق. بعد ذلك راح ننتقل إلى غرفة الجلوس. طبعا يوجد حركة جميلة في الشقة من باب توفير المساحة في الشقة، اللي هي الأبواب بطريقة السحاب. طبعا غرفة الجلوس جدا واسعة وجميلة بمساحة 7 متر في 6 متر، ممكن استغلالها في طقم سفرة وطقم جلوس، بالإضافة أنه يأتي معها مكيف مركب جاهز في الشقة. تعالوا نشوف بقية تفاصيل الشقة. راح ننتقل إلى المطبخ. طبعا بنفس الطريقة الباب بطريقة السحاب لتوفير المساحة. دواليب المطبخ زي ما انتم شايفين تأتي بالألوان اللي شايفينها، ويجي معها كمان غاز كهربائي وشفاط وفرن وغسالة الصحون. راح ننتقل الآن إلى الغرف التابعة للشقة. يوجد هنا على يدي اليمين خزانة للغسيل، نستطيع نحط فيها الغسالة وفيها أرفف أيضا للتصفيط. هنا على يدي اليمين أول دورة مياه تابعة للشقة بمساحة جيدة، طبعا يجي معها اللي هو المغسلة والكرسي بالإضافة إلى الدش بديكورات جدا رائعة. راح ننتقل الآن إلى الغرفة الأولى التابعة للشقة. الغرفة بمساحة جيدة نقدر نستغلها في أكثر من طريقة، موجود فيها سرير، أيضا نقدر نستغلها في مكتب للدراسة ودولاب للملابس. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة الأخيرة التابعة للمشروع، غرفة الماستر. طبعا زي ما أنتم شايفين مساحة الغرفة جدا جميلة، بالإضافة إلى أنه ممكن استغلالها في أكثر من شيء، يوجد فيها كومودينات، سرير، الدولاب التابع للملابس، الإضاءات الجميلة الموجودة. كمان تابع للغرفة دورة المياه الخاصة، موجود فيها اللي هو المغسلة وأيضا الدش وكرسي الحمام بمساحة لا بأس فيها. طبعا ما ننسى أنه الشقة يوجد فيها شيء جدا مميز اللي هو ارتفاع السقف تقريبا 3.20 سنتي، وهذا يضيف للشقة مزيد من الرقي والفخامة.
هذه كل التفاصيل التابعة للشقة، أتمنى أنها تكون نالت على إعجابكم. في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون المشروع نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. جميع التفاصيل والأسعار راح تكون موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.